خلينا احنا كل مره بنقابل حضرتك فيها بنكون سعداء ان احنا نتعرف على ايه الجديد وايه الخطوات اللي حضرتك كنت بتحلمي بيها من سنين فاتت، وتقريبا بنتكلم على عمر المؤسسه 8 سنوات النهارده وبتتحقق على ارض الواقع. بس قبل ما نروح للجديد الجديد خلينا الاول كده نفتكر مع حضرتك بدايات مؤسسه ياسمين السمراء الخيريه والقصه الملهمه اصلا اللي شجعت حضرتك على انك تنشئي هذه المؤسسه. طبعا انا هناء السادات مامت ياسمين السمراء. ياسمين طبعا اتولدت سنه 97 واتولدت بمرض جلدي نادر وهو انحلال الجلد الفقاعي. المرض ده كان مش معروف تقريبا ازاي تقدر تتعاملي معاه، حتى دكاتره الجلديه لما تصادف حاله من كل حاله بعد كل فتره من الفترات بيجي لها حاله او حالتين. هم ممكن يقدروا يشخصوا المرض لكن ما بيقدروش ينصحوا الام تقدر تعمل ايه. المرض انحلال الجلد الفقاعي ده هو نقص مادة الكولاجين 7 اللي بتلزق طبقات الجلد في بعض. فطبعا لازم دور كبير جدا على الام انها تعرف ازاي تراعي الطفل من اول ما يتولد، لان اول ما بيتولد الطفل بيبقى مصاب وبيبقى معروف عليه. المرض انحلال الجلد الفقاعي هو انواع كثيره، يعني في منه الخفيف والمتوسط والديستروفيك القوي. الخفيف منه انواع كثيره جدا، فده معناه ان كل الطفل مصاب بمرض انحلال الجلد الفقاعي لازم ولابد يتعمل له بايوبسي او يتعمل له عينه علشان يتعرف هو أي نوع من الأنواع دي لتحديد التعامل معاه. المشكلة إن لما الأم ما بتعرفش تتعامل مع الطفل، الطفل بيحصل له نوع من الأذى الجامد جدا في جلده، طريقة شيله، طريقة أكله، طريقة لبسه نفسه. بالظبط، طريقة لبسه، لأن لسانهم أملس والجلد الهش اللي موجود عندهم بره هو نفسه اللي بيتأثر عليه جوه. فلازم الأم تبقى عارفة وتعي جيدا إزاي تقدر تتعامل مع الطفل. الحقيقة أنا لما خلفت ياسمين ما كانش في حد عندي اطلاقا بيقدر ان هو يقول لي انا اعمل ايه، فانت بقيتي قدام حاجه انت مش عارفه تتعاملي معاها ازاي. ياسمين كانت مولوده بالنوع الاخف منه، فهو ده اداني فرصه انها اديها الحياه الطبيعيه زيها زي اخواتها اللي تقدر على قد ما قدرتها تقدر تكمل. ياسمين عاشت 15 سنة، كانت بتدرس في المدرسة الألماني وكانت تعرف عدة لغات وتقرأ كويس جدا، وكان عندها موهبة للرسم وعملت 3 معارض في ساقية الصاوي وكانت من أنجح المعارض، لأن أنا بعتقد أن الرسم هو نوع من العلاج للطفل المصاب بمرض انحلال الجلد الفقاعي، أنه بيطلع كل طاقته جوه هذا، فبيخلي الألم اللي هو الطفل بيحس بيه مش موجود أو على الأقل أخف. ياسمين توفت من الجراء المرض، يعني الأطفال من مضاعفات، يعني مش بيموتوا من الجلد ذات نفسه بل بيموتوا من مضاعفات المرض ده اللي بيتأثر بيه فيما بعد. بعد وفاة ياسمين الحقيقة كانت في أثناء المعارض اللي هي كانت بتعملها كانت بتتبرع بريع التابلوهات اللي هي بترسمها. جميلة قوي، يعني تفكيرها رائع وسابق سنها بكتير أستاذة هناء. وكانت بتتكلم عن المرض وهي فخورة جدا جدا، اللي هي أنا عندي كذا فأرجوكم أعرفوا إزاي تتعاملوا معانا، إزاي إحنا زينا زيكم بالظبط مش اختلاف. فكانت بتدي نوع من التوعية للمرض ده وبتتبرع وكانت بتتبرع للأبحاث والأطفال انحلال الجلد الفقاعي اللي موجودين في القصر العيني. بعد وفاتها الحقيقة في 2012 يعني هو أنا كنت المفروض بقفل الباب بقى، لأني أنا قعدت 15 سنة يعني في معاناة نفسية مع العطاء مع المحاربة على إن هي تكمل. لكن الحقيقة أنا قررت إن دي لياسمين جت، فلازم ياسمين لما جت الدنيا دي لها هدف، هدف معين، رسالة من ربنا، رسالة لازم ان انا اكملها. فالحقيقة عملت المؤسسة اشهرتها في 2014، وكان معظم الدكاترة اللي كانوا موجودين بتوع الجلدية مع تعاملي معهم كانوا بيبعتوا لي الامهات مع اطفالهم علشان اقدر اوعيهم واقدر اساعدهم على قد ما بقدر في المرض ده. بعديها لما جت الفكرة الحقيقة بدينا ب 20 حالة 2014 لغاية ما دلوقتي من كثرة الناس ما بتعرف ده بيقول لي ده، والدكاترة بتبعت لي
و ولا اخره. فجالي دلوقتي 250 طفل على مستوى جمهورية مصر العربية وبعض من الدول العربية الاخرى.